السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي من جديد في دورة تصميم الشعارات الاحترافية. في هذا الدرس الثالث من الدورة سأقوم بشرح أهم الخطوات الضرورية لتصميم أي شعار احترافي، وسنأخذ كمثال شعار جوجل الجديد. كما تشاهدون معي في الصورة، فإن أول خطوة سنقوم بشرحها ألا وهي خطوة الفكرة. كما يعلم الجميع، فإن فكرة أي شعار هي أساس نجاح كل شعار. ولإيجاد فكرة شعار معين يجب علينا أن نعتمد على مصادر الإلهام، ونذكر من بينها الإنترنت، الكتب، الرسوم المتحركة، الأفلام، ثم لا ننسى أهم مصدر وهو أمثلة أو أفكار تصاميم موجودة أصلا لمصممين معينين لإيجاد فكرة نقوم باستلهامها من تلك التصاميم، ثم نقوم بإيجاد فكرة تخص كل مصمم معين وأيضا تكون غير مقلدة. ثم ننتقل إلى الخطوة الثانية وهي خطوة التخطيط، وهي من أهم مراحل تصميم أي شعار احترافي، وتعتمد بالأساس على الفكرة التي سنقوم بإيجادها، ثم وضع مخطط توضيحي أو تصويري للفكرة التي سنقوم بتصميمها لشعار معين. بعد ذلك ننتقل إلى خطوة التعليم، وهي أهم خطوة، ويجب أن تكون الألوان المختارة لشعارنا يجب أن تكون منسجمة ومتناسقة ومثيرة للعين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الرابعة وخطوة التجريب. ماذا نقصد بالتجريب؟ هنا يجب علينا أن نقوم بتجريب شعار في عدة أماكن. ماذا نقصد بهذه الأماكن؟ مثلا تغيير الخلفيات، مثلا من أبيض من خلفية بيضاء أو سوداء، وأيضا يمكننا الاستعانة بالقوالب الجاهزة أو ما يصطلح عليه بمصطلح المكب. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخطوة الأخيرة وهي الشعار النهائي. في هذه الخطوة يكون لنا شعار قد أصبح جاهزا للاستعمال، سواء لوضعه في موقع إلكتروني أو لموضع أو لوضعه في منتج معين أو لوضعه في أي مكان نريد وبأي حجم نريد. ثم ننتقل إلى الجزء الثاني من هذا الدرس، وهو جزء تصميم شعار جوجل الجديد. كما تشاهدون معي، هذا هو مخطط أو قالب الشعار كما تشاهدون معي الآن. سنقوم الآن بتطبيق هذه الخطوات على الشعار. هنا أول خطوة هي الفكرة كما تشاهدون معي، فالفكرة موجودة أصلا. ثم نقوم بالخطوة الثانية وهي خطوة التخطيط، وهي موجودة أصلا. ثم نقوم الآن بتطبيق الخطوة الثالثة وهي خطوة التلوين. نقوم باختيار القالب أو التخطيط، رسم التخطيط الخاص بشعار جوجل الجديد. ثم نقوم باختيار أداة ليب بينت بوكيت، ثم نقوم باختيار اللون الأحمر بالضغط على الزر Alt، ثم في نفس الوقت الضغط على الزر الأيسر للماوس هكذا. ثم نقوم بوضع اللون هنا ثم هنا. لذلك نقوم باختيار اللون الأصفر، نضعه هنا وهنا وهنا. ثم نختار اللون الأخضر ونضعه هنا ثم هنا.
وأيضا نقوم في الأخير باختيار اللون الأزرق لوضعه في هذا الجزء هنا ثم هنا كما تشاهدون معي الآن. ثم نقوم بتحويل هذا الشعار إلى فيكتور عن طريق خيار Expand، ثم نقوم بحذف هذه الخطوط المتواجدة خارج الشعار باختيار أداة Shape Builder Tool، ثم نقوم بحذفها بالضغط على Alt ثم الزر الأيسر للماوس هكذا كما تشاهدون معي الآن. ثم نقوم أيضا بحذف هذه الخطوط هنا كما تشاهدون معي الآن هكذا، ثم نقوم بإزالتها عن طريق الضغط على زر Alt ثم زر الأيسر للماوس هكذا كما تشاهدون الآن. سنقوم بحذف جميع هذه الخطوط المتواجدة داخل وخارج الشعار، ثم نقوم بإزالتها هكذا. هذا الجزء وأيضا هذا الجزء وهذا الجزء وأيضا هذا الجزء بكامله قصير هكذا. أيضا هذا الجزء قم بحاجة جميع الأجزاء الزائدة في الشعار، ثم نقوم أيضا بإزالة هذه الخطوط هنا إلى الميادة. سنقوم بإزالتها عن طريق Paint الألوان لون أصفر ثم Shape Builder Tool، ثم نقوم بجمع الأشكال أو الخطوط هكذا ونقوم هكذا. وأيضا نقوم باختيار لون أزرق هكذا بإزالة الخطوط، ثم نقوم بإزالة واختيار اللون الأخضر بعد ذلك نقوم بجمع الخطوط هكذا كما تشاهدون معي الآن. أصبح لدينا شعار جوجل جاهز ومعد للطباعة أو ما شابه ذلك. ثم أيضا نقوم بإزالة ستروك الموجود في الشعار هكذا كما تشاهدون الآن. حصلنا على شعار جوجل الجديد كما تشاهدون معي الآن. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الفيديو، ولا تنسى بالضغط على زر لايك وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة الجميع. وأيضا وليس أخيرا لا تنسى بالاشتراك والضغط على سبسكرايب للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.